فمع خواتم الحزب الثالث من سورة البقرة في السياق الذي كنا فيه من الإذن الإلهي الكريم للمؤمنين العابدين أن يبتغوا من ربهم الفضل كاسبين في مجال التجارة ومجال عمران الدنيا بالشرط الذي ذكرناه قبل، وهو أن لا يكون ذلك على حساب خرم قصد العبادة، من السياق الذي بدأناه بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إلى آخر السياق. نقف اليوم بحول الله على هذا الترتيب الرباني بين قصد الحظ وقصد التعبد الذي أشرنا إليه قبل، وذلك أن العبادات المحضة من صلوات وزكوات وما شابهها لا ينبغي أبدا أن يغلب فيها قصد الحظ على قصد التعبد، بل يجب أن يكون الحظ تابعا للتعبد والعكس غير صحيح. أنا نحاول نبسط هذا الكلام، أنا بشكل ميسر. من رحمة رب العالمين بالعباد أن جعل لهم في عباداتهم مداخل لكسب دنيوي، يعني كان كل إنسان يستفد دنيويا من بعض العبادات، ولكن دائما بشرط أنه يكون القصد الأساسي ديال الإنسان هو عبادة الله أولا وأساسا. فإذا انجر مع ذلك بعض الحظ والكسب فلا ضير إن لم يؤدي ذلك إلى إفساد التعبد. أعطينا المثال ديال الصحابي الذي كان أجيرا لقوم حجوا سقاء ويحمل متاعهم. واحد من الصحابة رجل فقير خدم مع شي وحدين حجين، فهو سقاء هز القربة ويخدمه أمورهم ويحمل متاعهم، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أليس لي حج؟ وش من كل شأن الحج أيضا؟ قالوا نعم. فأحرم بالحج وهو أجير، أنا إذن هو رخدم مع الناس. ولذلك قلت يعني كما يقع في هذا الزمان من السائقين، يعني الناس يسوقوا في الحج، غادي الحج هو الخدمة ديالو الأساسية، غادي شيفور يسوق الكار أو سيارة أو كذا إلى آخره، ولكن له أن يحج، لكن بشرط أن ينوي الحج فعلا وأن يجعل عبادة الله عز وجل محض عمله، وأن يكون ذلك بحال كيستغل الظرف الحج باش يبيع ويشري، ماشي يستغل الظرف ديال البيع والشراء باش يحج. وبينهما شعره في الفرق. يقول الإنسان أنا غادي نحج عبادة لله، حجة الإسلام وحجة مندوبة أو أي عبادة من العبادات، ولكن ما دام أن الأمر يعني فيه ساعة من الوقت لفعل بعض الأشياء الأخرى ولكسب بعض الحظ أي بعض التجارات وبعض الأمور الدنيوية، فلا بأس. قل دائما بهذا الشرط، وهذا جاري في العبادات كلها وبالقواعد. أعطي أمثلة أخرى. واحد مثلا قالوا الطبيب ودي أنت خصك دير ريجيم، يتطبب بنوع من الحمية، قال والله أنا نصوم، فجعل وصفة الطبيب بالحمية صياما وصام صيام، لكن ليصح صيامه وجب أن يكون قصد التعبد فيه هو الأصل، وأن يكون قصد التطبب تابعا، بمعنى أنه يدخل في الصيام باعتباره عبادة لله الواحد القهار بنيته وبشرطه وبقواعده، يعبد الله به، كيصوم كيعبد الله ويرجو بهذه العبادة التي يرجو ثبوتها وأجرها عند الله، يرجو أيضا بركتها في شفاء بدنه، لا بأس بذلك. فكيكون يعني العبادة مقصودة لله أولا وآخرا، ولا بأس أن يتبع ذلك مقاصد أخرى من أمور دنياه. دائما كنقول بشرط أنه هذا التابع ما يقلبش المتبوع، يعني لا ينقض الفرع الأصل، الأصل عنده هو عبادة الله، ما يجيش الفرع ويهرس له الأصل. فإذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال كما في القاعدة ديال العلماء، كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل. كل فرع أي كل جزئية كل تابعة كتهرس لنا الأصل كيولي هذاك الفرع اللي سبب لنا المشكل باطل، لا يصلح للعمل إذن، لأنه يبطل أصله. وهذا طبعا واضح جدا في منطق الشريعة أنه غير جائز. فرب العالمين سبحانه حينما أباح للمؤمنين أن يتجروا أثناء الحج شرط عليهم ونبههم، هذا من باب الرخصة في الحقيقة، مش الرخصة بالمعنى الضيق للكلمة، لا، الرخصة بالمعنى دي التيسير على الأمة، تسهيل، خاصة كما ذكرنا ليس كل الناس بقادر على أن يحج بما وفره بما وبما أغناه الله. كاين اللي في ذاك الحج كيخصو يدبر باش يرجع باش ياكل باش يسكن من تجارة أو إيجارة. فتيسيرا على العباد جعل الله يعني بعض أوقات الحج وبعض لحظاته مسلكا
للكسب وللحظ وللتجارة للتقويم ذلك على عبادة الله وطاعته. ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، فضلنا الربح الدنيوي فضلا من ربكم فضل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله أي هؤلاء هم التجار، الضرب في الأرض هو السفر من أجل التجارة، وابتغاء الفضل المقصود بها هنا أي المكاسب من الأرباح الدنيوية. لكن قلت اشترط الحق سبحانه أن يكون ذكر الله عز وجل هو الحال والمقام الذي عليه الإنسان في عبادته وفي تجارته، وكل ذلك ضرب من تدريب. ده هو الشيء اللطيف، لأن الإنسان يعني قد يسأل ما الحكمة من ذلك؟ ليست الحكمة مقصورة على التوسيعات على الفقراء والذين لا يستطيعون الحج بأموال موفرة، بل هو واسع بمعنى أنه ماشي غير الفقير اللي يمكن له يبيع شريك، لا حتى الغني رجل عنده يعني صفقات كبرى مقاولات كذا إلى آخره، وقد يعني يستطيع أن يستغني عن كل فعل التجارة أثناء الحج، لكن هو أيضا دخل في عموم الإباحة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني دخل في عموم الإباحة بأنه يستطيع أن يتاجر أثناء الحج. ممكن واحد راه الإنسان في عرفات وكيسير التجارة ديالو بالتليفون العالم أغنياء الكبار ممكن، لكن هذا راه واحد الابتلاء عظيم. يقول يرد بالك، حاول إذن جاهد نفسك أن تكون ها هنا في هذه اللحظة تاجرا نعم، ولكن مع الله عز وجل، يعني هذا شيء لطيف. لما؟ لأنه كما سبق القول قبل في هذا السياق الحصة السابقة من قوله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا للحج وتزودوا من الحج، هذا تدريب، لأنه إذا عدت سيتبين هذا في لواحق السياق يعني الآيات اللي جايين، وبما نختم الحزب بعون الله ربك يقول لك إذا درب هنا باش لما ترجع إلى بلدك وتنتهي مدة العبادة من الحج تستطيع أن تكون تاجرا مع الله في غير وقت العبادة أيضا، أو أن تكون إداريا أو ما شئت من مهنيا أو يعني العمل ديالك الدنيوي تحاول تعيشه كما كنت تعيشه أثناء الحج، لأن هذه الفرصة لاحظت ليكون فيها الإنسان في المناسك في مكة أو في مينا أو في مزدلفة أو في عرفات، كيكون يعني الروح دياله عالي جدا، ولذلك يعني يسهل عليه أن يتقي الله في تجارته ويرتقي إلى مراتب الورع في عمله الدنيوي، لأنه في ظرف العبادة يصعب على الإنسان يسرق وسط الجمع، لأنه يعني يستصحب نوعا من الحال الإيماني الذي يعني لا يكون لديه خارج المسجد. وكذلك يعني في رمضان يعني لحظات معينة نفحات تكون للمؤمنين تجعلهم يعني مؤهلين لممارسة أعمالهم الدنيوية بأقل ما يمكن أن يقع من الخسائر الإيمانية في مجال الدنيا، وهذا مما يصعب على الإنسان في غير هذه اللحظات، يعني لما يكون خارج منطقة الحرام أو خارج الزمن المبارك كزمن رمضان أو غيره، يعني كيصعب على الإنسان أمور ديال الدنيا أن يتحرى الحلال بمستوى عال، لأنه الابتلاء مفتوح على مصراعيه، ما كاين شياطين مسلسلة ولا مقيدة ولا أبواب النار نعوذ بالله منها مغلقة، بل كل شيء مفتوح في غير رمضان يعني. كذلك الحج، يعني الحج له حرمة زمانا ومكانا، لكن في غير وقته ومكانه لا يجد الإنسان هذا المقام ولا هذا الحال الإيماني العالي الرفيع. فلذلك أذن الله عز وجل لك بأعمال دنيوية خلال بعض العبادات لتتدرب على اكتساب ذلك المقام العالي من أداء أعمال الدنيا في لحظة العبادة مستوى عالي، أنه مسهل عليك يعني الظروف مكان والزمنية ديال العبادة كتسهل عليك باش تكون ورعا متقيا في تجارتك، فتتدرب على تصرفات قد تكون لا قبل لك بها. كاين بنادم نعوذ بالله لما يعرفش بعشرين لما حلفش، ولما يعرفش بعشرين ما كذبش نعوذ بالله، فيصعب عليه أن يفعل هذا وهو في مناسك الحج. فلذلك الحج يشجعه على أن يمارس من الحق والخير ما لا قبل له به ويربح، فيتأكد من أن الكاذب كاذبون كيربحش، هذا تشجيع من الرحمن الرحيم وتربية من رب العالمين له، حتى إذا عاد إلى موطنه أو خرج من زمان عبادته إلى زمان إعادته يكون عنده واحد تجربة ويقين
من أنه رأى بعينه أن الله عز وجل قد وفقه إلى الكسب إلى الفضل بغير زور وبغير إثم ولا قطيعة رحم، فيكون ذلك حجة عليه من ناحية، ويكون هو عنده أيضا يقين في أن هذا مسلك يقوده إلى خير الدنيا كما يقوده إلى خير الآخرة، وتشجع باش يكون مؤمن في تجارته وعادته أمور العادية في غير وقت الحج وفي غير مناسكه. وهو قول الله الخاتم يختم به السياق سبحانه وتعالى في آخر هذا الحزب واللي بداه بهذا السياق ديال الإذن في التجارة في الكسب الدنيوي. فإذا قضيتم مناسككم، انتهت العبادة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. عجيب حقيقة الآيات الخواتم. كانت العرب عندها واحد العادة الذي يقولوا له سبب النزول، أنا نبسطوه باش يبان لنا السياق ديال القرآن فين غادي. مما كانوا كيكملوا ذاك الحج المعوج اللي كان عندهم في الجاهلية قبل الإسلام اللي ورثوه على سيدنا إبراهيم وحرفوا عوجه كله انحراف كله مشوه، كيكملوا كيتلقوا في السوق ديالهم ويفتخرون بآبائهم وقبائلهم، يجبدوا الأشعار ديالهم وشي كيفخر على شي، يذكرون آبائهم ويجدون أشخاصهم، وقد يؤدي بهم ذلك إلى الضغينة والحقد بسبب المفاخرة المذمومة والمحرمة. والله سبحانه وتعالى قال المؤمنين فإذا قضيتم مناسككم، من اللي تكمل، فطلب منك أن تتزود للحج بالتقوى، وطلب منك أن تتزود في الحج بالتقوى، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تكلمنا عن هذا. وطلب منك أن تذكر الله ذكرا كثيرا أثناء الحج وأيضا بعد الحج، وهذا الشيء لطيف، يعني لما تكمل عندك تسحب راك كملت، لا ينبغي أن يقع بقلبك بأن الصلة مع الله مرتبطة بزمان معين وبمكان معين، فإذا انقضى الزمان وانقطع المكان انقطعت الصلة مع الله، لأن هذا الحج وما في معناه من أمور العبادات جميعا رمضان صلوات إلى آخره إنما هي دورة روحية لتتطبع على عادات تعبدية، لو عاد العادات اللي انت ما منفاش من العبادة وتتخلص من عادات سيئة وتخرج بزاد وبسلوك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، كما كتمشيو لذاك السوق تفاخروا شي يفخر على شي، كذكركم آباءكم كما راكم مولفين ديروا على والديكم. الأصل أن هذا الذي ينبغي أن تصنعوه إنما تصنعوه لله ومن أجل الله، ولذلك قال أوشد ذكرى، وضرب لنا مثلا سبحانه وتعالى بفريقين من الناس من المؤمنين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وكيدير نقطة ما يطلب شيء آخر، وهذا مطلب عزيز من مطالب التربية في كتاب الله عز وجل. قبل ما ندوز الشق الثاني، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نعم مع هذا الأول، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الحج وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي كل فعل الدين، هذا موجود ومع الأسف صار ظاهرة طاغية في بيئتنا ومجتمعنا. تأمل مثلا الناس سبحان الله العظيم كيعبد الله، راه رجل مسلم ما خصو خير الحمد لله، يعبد رباه يصوم يصلي، فإذا استقريت دعاءه تسمع الدعاء دياله أغلب دعائه إن لم يكن كله مطالب دنيوية، عنده الحق يطلب الدنيا ولكن لماذا ينسى آخرته؟ أهم شيء يطلب المال، يطلب الساعة في الرزق، يطلب الولد، يطلب الغنى، يطلب الشفاء، يطلب الكفاية، يطلب يعني كل شيء، ولكن دنيا ربنا كريم خزائنه واسعة كل شيء سبحانه، اطلب ما شئت، نعم نعم، ولكن لماذا تغفل آخرتك؟ واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خدم مع النبي صلى الله عليه وسلم أجير واحد المدة، خدم معه واحد أسبوع أو أسابيع خدم معه، فلما كمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطلب اطلب الأجرة ديالك، اطلب أجرتك. فهذاك الصحابي كان كيسا فطنا رجل ذكي، فكر قال مع رسول فإني إن طلبت أمرا من أمور الدنيا فنية، أعطيني جمال جمال ثلاثة بنوق كذا يعني غنبيعه غنأكله نهاية المطر،
يتسلم. فقلت صحابي يقول أطلب أمرا من أمور الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شريط أعطيه لك، أطلب أمرا من أمور الآخرة، عاود بدا يفكر، لأن هذه فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الطلب، ما عمرها ما تجي بسهولة. ففكر أيضا في مطالب الآخرة، والآخرة مراتب، الجنة منازل. الحديث الصحيح إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، يعني طبقات المنازل ديال الجنة التي يرتبها الله عز وجل برحمته ومنه وفضله على حسب أعمال بني آدم كما يريد سبحانه ويشاء، يعني كما نقولوا بحال ديك الفروق ديال الأزمنة الضوئية باللغة ديال أهل العلم المعاصر، كتشوف واحد الكوكب واحد النجمة بعيدة تلمع في عمق الفضاء ويقال من هنالك، فيقال ذلك قصر عمر بن الخطاب أو أبي بكر الصديق أو فلان أو علان، يعني ما بين المنزلة والمنزلة كما بين السماء والأرض من المسافات التي لا يستطيع الخيال استيعابها. إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي بما علمه الله عز وجل وبين له رسول الله عليه الصلاة والسلام من فضائل الآخرة ومقامتها، كي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل ما تشاء، قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. إيه الجنة واسعة، ولكن هو بغى البلاصة اللي حدا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو ما بقي يحسب من ذاك الموضع في الجنة. لا يوجد مكان أفضل على الإطلاق من المكان الذي سيكون فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما يجاوره. أسألك مرافقتك في الجنة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أطرق، قال قضية يعني شديدة، أطرق يعني يحضر راسه عليه الصلاة والسلام. قال له أو غير ذلك، ما تشوف شي حاجة أخرى أو غير ذلك؟ قال له إلا ذاك يا رسول الله، تا قلت لي سل ما تشاء، رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له سيدنا محمد فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنا غادي نطلبها لربي سبحانه، ولكن أنت شمر أدلج بليل. الحديث الصحيح من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جعلنا الله وإياكم من المدلجين وقوانا على ذلك. الإدلاج في العربية القديمة هو السفر بليل الدلجة، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، كيقصد به قيام الليل، الصلاة بليل، لأنه العبادة عبارة عن سفر تسافر إلى الله. فالمسافرون كثير، وسفرنا العادي ما بين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وسفر الخواص سفر بليل. قال له أعيني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. فلذلك إذن هذا كثرة السجود معناه أنه يطوي المسافات، يختصر الأزمنة، يختصر السير المسافات التي ترقيه إلى ذلك المنزل العالي الذي سأله من سيدنا محمد دعاء إلى الله عز وجل، أسألك مرافقتك في الجنة. شو المنطق ديال الصحابة كيفاش كان؟ ومنطق كثير منا حينما يعبد الله بصلاته وصيامه إنما يسأل سعة تجارته ورقيه في منصبه الدنيوي وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك التي لا عيب فيها، ولكن تكون عيبة فعلا إذا خليت من قصد التعبد ومن طلب الآخرة. إن رب العالمين نعى على هؤلاء هذا الإحساس والتصرف، لا تساوي مطالب الدنيا في الآخرة شيئا إطلاقا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وهو انفض مع الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، مازال ما دير حتى شي حاجة للآخرة، فلما تطلب الدنيا والدنيا وحدها؟ كيوقع الإنسان واحد الانحراف في الفهم ديال الدين، وهو أنه يصبح الدين عنده وسيلة فقط لراحة الدنيا، هذا غلط كبير عندنا في هذا الزمان. هذا نصلي ونصوم ونزكي من أجل أمور دنيوية، هذا لا ينبغي أن يقع في قلوب المؤمنين، بل من أجل أمور أخروية بالقصد الأول، ثم من أجل أمور دنيوية بالتبع وبالقصد الثاني. بل مطلوب من الإنسان يطلب الله سبحانه وتعالى يعني أمان الدنيا وسلامة الدنيا ورزق الدنيا وعافية الدنيا إلى غير ذلك. كان سيدنا محمد يطلب هذا الشيء في دعائه المشهور عند شرب ماء زمزم، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذه أمور دنيوية نعم، لكنها مرتبطة أساسا بما ذكره ابتداء من العلم النافع، والعلم النافع إنما هو العلم الذي يعرف العبد بالله، العلم الذي يعرف العبد بالله.
لهذا إذن هذا المعنى التربوي، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ها هو كيطلب الله، ما كيطلب شيء يعني الأوثان، لا يطلب الله، يدعو ربه، ربنا، يتجه إلى الرحمن، يقول له ربي ولماذا يا عبدي نسيت آخرتك وهي أهم شيء، كم ستعيش في هذه الدنيا التي تريدها وتريد فيها كل شيء وأنت ليس لك في الآخرة أي شيء. هذا ميزان معكوس، ميزان غلط. فلذلك الدين شرع، الدين شرع ليكون الإنسان عبدا لله، هذا الأساس، هذا الميزان. علاش هذا الدين كله؟ لماذا الصلاة؟ لماذا الصيام؟ لماذا الحج؟ لماذا الصدقات؟ لماذا التجارات والعمران الدنيوي كله؟ من أجل أن يحقق الإنسان عبديته لله، عبد لله. معنى العبد الإنسان اللي ديال مولاه، مش ديال راسه، هو لمولاه، لربه، لا يتصرف إلا بإذنه. أما العبد الذي يتصرف بغير إذن مولاه فهذا متمرد على الله، خارج عن أدب العبدية، بقاش عبد، متمرد، آبق، هارب لمولاه. فلذلك مقتضى الأدب مع الله عز وجل أن تجعل العبادات لله ولله فقط، آنئذ وآنئذ فقط يؤذن لك في أن تسأل وأن تطلب فضلا من ربك، كما ذكرنا في الفضل يعني أمور دنيوية، لأن طلب الأمور الدنيوية في هذا السياق لن تكون إلا في خدمة الأمور الأخروية. ولذلك ربي أعطانا الميزان بعد ذلك كي يصحح لنا المفاهيم. ومنهم يقول ربنا، هذا المطلوب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كلام عجيب جدا حقيقة، وميزان رباني في وضع التوازن العمراني للإنسان اللي يعيش في الأرض. المؤمن، المؤمن إنسان أخروي بالقصد الأول، المؤمن الحقيقي مؤمن ديال الآخرة مش ديال الدنيا، إنسان أخروي، والحساب كل اللي كيحسب كيبني على مقاصد أخروية، الغاية الأخروية تعيش معه في كل وقت وفي كل تصرف، في دينه وفي دنياه، في عبادته وفي تجارته، في كل شيء. ولذلك حينما قال وفي الآخرة حسنة زاد كمل شيء آخر، قال وقنا عذاب النار، رغم أن هذه وفي الآخرة حسنة كافية في الدلالة على التوازن المقصود من الدنيا والآخرة. ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن زاد قال وقنا عذاب النار لتثقيل كفة الآخرة، وبيان أن الأرق الذي ينبغي أن يقع بقلب العبد السائر إلى الله عز وجل هو النجاة من العذاب المقيم والعياذ بالله. الدين نظارة، الدين نظارة. أول كلمة نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما ينبغي أن يشتغل به في أمر الدعوة إلى الله هو الإنذار، رغم أنه عليه الصلاة والسلام كما نص القرآن على ذلك في غير موطن نذير وبشير كين هدي وهدي، ولكن مع ذلك الكلام الأول اللي جاء النظارة، والنظارة فقط، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه أول آية نزلت في المجال ديال الدعوة. وبعدها بقليل نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قالوش وبشير، ما قالوش قم فبشير ولا فأنذر وبشير، لا غير واحدة أنذر. فحينما نزل هذا وذاك كما تذكر كتب المغازي والسير وفي أيضا السنن الصحيحة، صعد النبي عليه الصلاة والسلام صخرة الصفا، حجرة اللي صفا والمروة، الحجرة اللي كتسمى الصفا من قبل يعني الزمن القديم، يعني قبل ماشي بعيد بزاف، كانت مع الرياض كانش مغطي كما مغطي الآن، كودية والرملة وحصبة وحجر لا أقل ولا أكثر. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة واعتلاها وجعل ينادي بطون قبيلة قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا ولد فلان، ولد فلان. فجاءه الناس والتفوا حوله حتى إن الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل من يأتيه بالخبر، يصل العبد ديالو ولا شي واحد كيسخروا رقاص يقول له سير شوف هذا اللي كينادي شنو جمع الناس اش كاين. فحينما اجتمع عليه وجوه قريش وعامتهم قال لهم عليه الصلاة والسلام لو خبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب. قال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير، عبارات دقيقة، نذارة
بين يدي عذاب شديد، رغم أن الآخرة فيها الجنة أيضا. هذه السياقات عجيبة عجيبة ومهمة جدا. وفي مكة نزلت سورة الفرقان الذي أولها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده للتعليل ليكون للعالمين نذيرا. هذه النظرات والإنذارات كلها واقعة على هول ما ينتظر الإنسان يوم القيامة، حتى لا يتواكل ولا يتوانى، وحتى يأخذ الأمر بجد. قضية مش لعب، قضية مصير الإنسان. والموت يقين، الموت يقين، هذه الحقيقة التي لا خلاف فيها بين البشرية جميعا باختلاف بحالهم ومللهم وأديانهم ومعتقداتهم. يختلفوا في البعث، حياة بعد الموت وما سيكون، ولكن لا أحد يخالف، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا ملحد، في أنه سيموت. حقيقة يقينية إجماعية مطلقة. والمؤمن يأخذها بجمال القرآن وبرحمة القرآن وبسعة القرآن، فيعلم يقينا أن وراء هذا الموت حياة أبدية. إنما المشكل هو الاتجاه إلى أين، أفي الزمرة الأولى أم في الزمرة الثانية. فلذلك رب العالمين بما بين من هول الآخرة ومن أن التجربة الدنيوية والابتلاء الدنيوي لا يمكنك أن تعيشه مرتين، ما يمكنكش تعيش اللحظة الواحدة ولا الدقيقة الواحدة مرتين، لك في كل أمرك فرصة واحدة ما كتعاودش. العمر ديال الإنسان يوم يوم دقيقة دقيقة فرصة واحدة لا تتكرر، ما عمرك ما تعيش الحد ديال اليوم مرة أخرى في حياتك، لا أنا ولا أنت، حد ديال اليوم مش كيجي حد آخر، هذاك فرصة أخرى عليها حساب آخر. أما فرصة الأحد هذه فلن تتكرر بعد اليوم أبدا. هذا الزمان رهيب، كما قال شاعر العربي المعاصر أحمد شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. حال هذه الساعة يعني قلب المرء بخفقه، وفعلا يعني تصوير دقيق جدا كما هو بالفعل معبر عنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من معنى. هذه الخفقات التي تخفقها قلوبنا معدودة، حسوبة عند رب العالمين، حسوبة مش عشوائية، يعني بيعديها واحدة واحدة، يخفق قلبك كذا وكذا مرة بما علم الله وقدر، لن يزيد خفقة واحدة ولن ينقص، حينما ينتهي عدو ينتهي أجله. لهذا إذن كيشوف الإنسان فعلا كم هو بليد وجهول، هذا الذي يعبد ربه من أجل مكاسب دنيوية فقط. قال له رب اطلب دنياك، نعم، ولكن حذار أن تخطئ الحقيقة العظمى، حسنة الآخرة وعذاب الآخرة، وعذاب الآخرة. ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي الحادي الذي يحدوه إلى الآخرة هو خوف من الخسران المبين والعياذ بالله. إن المشكل الخطير هو أن يكون الإنسان عابدا لله، مسلم، يكون مسلما لكن يخسر، نعوذ بالله من الخسران المبين. قل هل من بكم بيخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكما ينطبق على الكفار بالأصالة قد ينطبق على المسلمين بالتباعي. إن الآيات اللي نزلت في الكفار ماشي نزلت لهم بوحدهم، نزلت في الكفار نعم وعلاجا للمؤمنين. راه القصص القرآني هكا داير، قلته مرارا وتكرارا، كل آية نزلت في بني إسرائيل لتتلى في كتاب الله، فمن معاني ذلك أن هذا الداء سيصيب المسلمين. يعني أي مشكلة وقعوا فيها اليهود وغيرهم من القصص المذكورة وكينا في القرآن كتقرأ، ماشي باش نقعد ذكروا أشوقع أشوقع، هذا ماشي الحجة ولا القصص العادي التسلية، لا، هذا كيمكن تلقاه في كتب التاريخ العام، تلقى فلان مشى وكذا والدولة هجمت على هذه الدولة، مما قد لا يتكرر إلى يوم القيامة، عمرو يتعاود بعض الأشياء، بعض الأشياء. القصص القرآنية بمعنى آخر، من اللي يحكي الله تعالى شي قصة في القرآن وينزل فيها آيات، معناته أن ذلك أو تلك الحكمة التي ذكرت هناك ثابتة ما كتغيرش. إذا مرض، إذا كان مرض معناته أن هذاك المرض غايت يوقع في الأمة الإسلامية كليا أو جزئيا، ودار لنا القصة ديالو باش نعرفوا كيفاش نعالجه، ومنه هذا. لذلك إذن يعني كما وقع في بني إسرائيل وفي كفار قريش الذين يعتقدون أنهم سدانة البيت
أصحاب سقاية الحجيج، أصحاب أصحاب أصحاب، ويظنون أنهم بذلك قد نالوا الأجر في الدنيا والآخرة. ربي تعالى أنكر عليهم ذلك، ولهذا الله سبحانه وتعالى خطب الصحابة وقال لهم: الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طالت المدة والعهد بينهم وبين كتاب الله حتى نسوا الذكر، وقعت لهم القسوة، وبالقسوة كيوقع الفسوق والفجور كما مواقع كثير من المسلمين في هذا الزمان والعياذ بالله. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي تعالى أنقذنا الله وإياكم جميعا من النار فقد فاز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز الكامل بالتحقيق، فقد فاز بالتوكيد لأنه نجا من عذاب الله المحقق. لأن الذي يحاسبه الله حتى ولو كان من الصديقين يغلبه سبحانه جل وعلا. لا أحد يستطيع أن يقول إنني سأنجو لأنني فعلت وفعلت وفعلت، كما في الحديث الصحيح المشهور المتداول قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، سيدنا محمد خير الخلق أولهم وآخرهم، لا يدخل الجنة بعمله. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الرحمة من كجي من التواضع لله، من الافتقار إلى الله، من الخوف من الله. فمن خاف الله أمنه الله، ومن افتقر إلى الله كفاه الله. ولذلك الإنسان يسلك مسلك الأدب، مسلك الأنبياء الصديقين والربانيين الصالحين في مثل هذا الأدب الذي علمنا الله إياه. ومنهم يقول، هذا هو الأدب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا قيمة لدنيا إذا أوتي الإنسان وهو لا يطمئن فيها إلى نجاته، ولا يرجو فيها وبعدها رحمة ربي، رحمة ربي. فهذا الدعاء وهذا السير بهذا القصد مهما قل العمل، لكن النية القصد أنك تريد الآخرة، تريد الله والدار الآخرة. فالرحمن رحمن سبحانه، رحيم سبحانه، يفتح أبوابه لعباده الفقراء بما عبروا عن فقرهم وحاجاتهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب العالمين يقول سبحانه: هذا النوع، هذا الفصيل متوازن الحكيم الذي يبني مطالبه الدنيوية على المقاصد الأخروية، طالب الدنيا ابتداء من أجل الآخرة انتهاء. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، على السبقة، لأنها هي الوسيلة، هي الآلة، هي الطريق للآخرة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثقلها بهذا المعنى الكبير، مما يدل على أن المعنى الأول في طلب الدنيا إنما هو من أجل الوقاية من الآخرة، ومن أجل أن يكسب الإنسان ما تكون له به القدرة على الصلوات والصدقات وغير ذلك من أعمال البر، ليعمر الدنيا بما علمه الله. قال لهم رب العالمين: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والله سريع الحساب عليهم وعلى الآخرين، يعني على هذه الآخرين وعلى الآخرين الذي قال فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. لكن هؤلاء المذكورون آخر الذين يطلبون الدنيا للآخرة ويحملون هم العذاب ويسألون النجاة من النار، ربي تعالى يبشرهم يقول له: أولئك لهم نصيب مما كسبوا من حسنة الدنيا ومن حسنة الآخرة. فإذا رزقهم الله من رزق الدنيا بورك لهم فيه. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، التعبير الوارد في اسم الإشارة هذا أولئك دال على المقام العالي، منزلة عالية رفيعة، لأن إشارة إلى البعيد، مع أنه عاد تذكره قبل قليل. الله سبحانه وتعالى ليس لديه بعيد، كل شيء قريب إليه أو منه، هو سبحانه وتعالى قريب من كل شيء بقدرته وعلمه وسلطانه. ولكن هذا تعبير باش يشعرنا نحن عباده التالين لكتابه على قواعد العربيه
أن هذه المنزلة عالية رفيعة عند الله. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، جملة اسمية تقريرية تثبت من الله عز وجل أن هذا الدعاء مستجاب. هذاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يخبرنا الله عز وجل بهذه الآية أنه يستجيب هذا لصاحبه. وتعلمون أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في طوافه يقرأ هذه الآية كل دورة طواف عند الركن اليماني من أركان الكعبة المشرفة، يطوف سبع يوصل الركن اليماني ويستلم الركن اليماني كما في السنة الثابتة الصحيحة، ويقول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله تعالى كي يجاوب العباد ديالو يقول لهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. حساب في الفصل بين هؤلاء وهؤلاء، سبحانه ما غاديش يتلفوا ليه سبحانه، راه كلهم حجين كلهم حجين، لأن راه كيتكلم على واحد يعني الطائفة الحجاج. فإذا قضيتم مناسككم يا حجاج بيت الله يا عباد رب العالمين، فإذا الخطاب عن الحجاج. ولكنه سبحانه كيقول لك راه كاين جوج انواع في أهل العبادة، في الحج وفي رمضان وفي الصلاة وفي كل أعمال البر كما ذكرنا من قبل وبينا علاش تكلمنا أو علاش جات هذه المعاني في الحج، وإلا فهي في كل الأعمال التعبدية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ما كيطلبش الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء يستجيب لهم ويتحدث عن الجميع بالفصل بينهم يوم القيامة، والله سريع الحساب. سريع الحساب سريع الجواب في الدنيا وفي الآخرة أساسا لهذا المؤمن الذي له قدر من العلم بالله مما علمه الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعله بالفعل عبدا لله ابتداء وعبدا لله انتهاء، ليكون من هؤلاء الذين كرمهم الله وشرفهم الله بضمان النجاة في الآخرة وبمباركة الكسب في الدنيا. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من أوليائه المذكورين في ملئه الأعلى بخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكفر سيئاتنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم واكشف غمنا وفرج كربنا وارفع البلاء عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر العورات وأمن الروعات. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مامول، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به إجبت وإذا سئلت به أعطيت، ونسألك بأسمائك الحسنى جميعها أسرارها وأنوارها أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا، واجعلنا لك بذلك من الشاكرين ومن عبادك المتقين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.